بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا محبي ومتابعي قناة بيبو لتعليم الخياطة والتفصيل. يا رب تكونوا بخير وبأحسن صحة إن شاء الله، وإن شاء الله يجعلها أيام سعيدة، وكل سنة وحضراتكم جميعا طيبين وبخير وبسلام يا رب. النهاردة نتعرف مع بعض نعمل ازاي تجيب بنطلون، جيب الشورت زي ما انتوا تقولوا. هنعملها ازاي؟ هعملها لكم النهاردة مفاجأة بحاجة جديدة. النهاردة تعرفوها من هنا من قناتنا بس ان شاء الله. نعمل جيب بنطلون، نعملها ازاي؟ نطلعها من الجيب الصك. يعني ازاي اعمل من جيب الصك جيب بنطلون؟ يعني مش هخش في باترون البنطلون لا، هنعملها بحاجة جديدة وفي نفس الوقت بتبقى شكلها حلو. انا من الناس اللي انا من احباء كمان الموديلات دي، بيبقى شكلها شيك جدا في اللبس وبتبقى مناسبة كمان للمحجبات وكده. هنتعرف ازاي مع بعض نعملها مع بعض. ده شكل طبعا من اشكالها، مبقاش في صور كتيرة ليها، هنشوف مع بعض. بالنسبة يا جماعة للقماش بتاعها هناخد قد ايه قماش؟ هناخد الطول مرتين، الطول مرتين عشان برضو ما يبقاش في حيرة. هقول الطول مرتين، يعني انت مثلا طولك متر هتجيبي 2 متر وهكذا. خلاص كده تمام، بجيب طولي مرتين عشان خاطر انا بعد كده كمان ان شاء الله هصور لكم اعمل لكم فيديوهات ازاي النهارده هنعملها. احنا النهارده هنعملها جيب شورت عاديه، جيب بنطلون عادي ما فيهاش كولونه ولا فيها كسرات ولا فيها حاجه، هنعمل جيب عاديه بناس عاديه هتاخدوا جميع حالاتها. فعشان نبقى اجيب قد ايه قماش بالنسبه لتقدير القماش، الناس بتلخبط، ناس كتيره بتسال عليه، هيجي هاتي طولك مرتين. خلاص كده اوكي تمام. انا يا جماعه قلت في اول كلامي ان النهارده هعمل لكم زي حاجه انا بالنسبه لي بقولها عليها هديه، ان انا النهارده هعمل زي من جيب الصك جيب بنطلون او جيب شورت زي ما انتوا بتقولوا. انا هعملها ازاي؟ انا طبعا الاول حاجه هنقول على الجيب اللي بتاعتنا الصك العاديه خالص اهي، باخد هنا ربع دوران الوسط، بنزل طول الجنب طول الجنب عادي، وباخد عليه ايه محيط الارداف، بوصل جيب دي كده وبنزل خط ايه ده كده ايه هنا ايه ده كده يا جماعة ايه الجنب ده الجنب عادي. خلاص ده هنا الزيادات بتاعتي، بسيب زيادات خياطة هنا الامان بتاعي واقص عادي. دي جيب ايه؟ دي جيب صك. انا هعمل ازاي بقى منها الجيب بنطلون؟ انا بس انا هنا وسط هنا ارداف صح كده، ده الطول العادي. ده بالنسبة لجيب ايه؟ جيب الصك. فانا بس ايه بفهمكم ازاي هربط دي بدي. خلاص كده تمام. فهنا انا عايزة بس اقول لكم حاجة، ان هنا بالنسبة للجيب الاستوك انا هنا اكبر محيط عندي كان محيط مين؟ كان محيط الارداف مثلا بتاعي صح كده. انا باخد محيط الارداف يا جماعة، باخد محيط الارداف زائد الزيادات بتاعته. طبعا احنا اتفقنا ان انا ما بحطش محيط الارداف بالظبط الربع بتاعه، لا انا بزود زيادات حتى لو 2 سنتي عشان خاطر الجزء ده ما يبقاش ماسك عليا، جزء الارداف هنا ما يبقاش ضيق. فمعنى كده ان القماش او الباترون بتاع الربع ده اخد قد ايه؟ اخد دوران الارداف زائد زيادته بس صح كده تمام. انا اول حاجه يا جماعه هشتغل عليها، اول حاجه بعملها الامام. هنا بعمل الامام الاول، الامام الاول وبعد كده بشتغل الخلف. هنشوف ازاي برضو بشتغل ده على ده ازاي بكل سهوله. هو الاساس بتاعي الامام يا جماعه. طيب انا عندي مثلا هنا، انا كده يا جماعه هعمل ايه؟ هجيب القماشه بتاعتي الاول اللي هو مثلا لو انا جايبه 200 هجيب المتر الاول واحط كده برسل على برسل، وهاجي كده اشتغل عندي. طب انا مثلا لو بشتغل لمحيط دوران محيط ارداف عندي مثلا مثلا 100 خلاص كده، لو ده محيط ارداف انا هنا بقسم على ايه الربع، بقسم على الاربعه صح كده. الربع بتاعي هنا كام؟ 25 سنتي. ده كده ايه الربع اللي انا هشتغل عليه. انا اتفقت ان انا ما باخدش الربع بالظبط، انا باخد زياداتي عليه. هاخد الزياده مثلا 25 دي احط عليها مثلا 2 سنتي، بقت كام؟ 27. انا لازم اعمل حساباتي 27 كده بزياداتها صح كده، وبسيب امان كمان ممكن 2 سنتي عشان لو افترضنا انا دلوقتي عملت الجيبه بس انا عايزه اوسع من كده، هو ممكن يكون المقاس بالنسبه لي انا مظبوط بس بالنسبه لغيري ضيق. بالذات يا جماعه لو انا بشتغل لحد اخلي بالي من النقطه دي، لازم الامان، الامان ده لازم مهم جدا تمام. هزود 2 او 3 سنتي تاني امان، يبقى كده الحسبه التوتال كده كله 30 سنتي كده تمام. انا وريتكم ازاي الحسبه اهي بالورقه والقلم عشان برضو نبقى ايه مفيش حاجه ملخبطاكم، ما تقولش ان انا قلت كده كلام وخلاص. خلاص كده انا كده عندي ال 30 سنتي هاخدهم من هنا. انا دلوقتي مطبقه ده على الاتنين، هحسب ال 30 من هنا لهنا مثلا. يعني انا دلوقتي هجيب كده الورق المزوره بتاعتي، هحسب ال 30 بتوعي اللي انا حسبتهم من هنا مثلا لهنا
خلاص كده. وهقول مثلا كده ان هنا كده ده التلاتين بتوعي اللي انا ايه اللي انا حسبتهم. خلاص يا جماعة اهو هقول ان هما لغاية هنا. خلاص كده تمام. بعد كده انا هاجي عند الخط ده عند النقطة دي كده وهشد خط كده عشان ابقى عارفة ان ده الحد بتاعي. هجيب المزورة المسطرة بتاعتي وهشد خط عند النقطة دي كده اهو. طبعا يا جماعة انا لما برسم بترسيم على ظهر القماش اهو. معلش هنا الخط عامل مني، يا رب يكون واضح كده الخط بتاعي. يبقى معنى كده ان انا كده هنا ده كده الجزء ده هو الجيب الصك اللي انا رسمناها دي. خلاص كده هعمل ايه بقى؟ هشتغل كأنه جيب صك الاول. هعمل ايه؟ هبتدي بقى كأن القماشة دي لغاية هنا كده هي الجيب صك بتاعتي. فانا هاجي من فوق كده باخد ربع دوران الوسط، بجيب دوران الوسط على الاربعة. هاجي كده وبصوا من هنا لهنا باخد ربع دوران ايه؟ ربع دوران الوسط بتاعي، صح كده؟ بعد كده هنا خدت الوسط، انا عايزة بقى اخد فين الارداف بتاعتي، فين الارداف هنا عشان انا هعملها جيب بنطلون او جيب شورت. فانا هعملها ازاي؟ مش هجيب طول جنب، انا مش عايزة طول جنب دلوقتي، انا عايزة طول حجر. مادام هعمل جيبة مفتوحة زي البنطلون يبقى انا عايزة طول حجر. اتفقت قبل كده وقلت ان انا عندي وسائل ان اطلع بيها طول الحجر، قلت ان انا باخد طول خارجي وطول داخلي. بس هنا افضل طبعا يا جماعه الجيب بنطلون بتبقى الحجر بتاعها الجزء اللي بيبقى موجود هنا يا جماعه، الجزء ده جزء الحجر ده ما ينفعش انه يبقى ضيق في المنطقه دي، ما بيبقاش شكلها حلو، ما ينفعش تتلبس. احنا طبعا متعودين بنلبس الجيب بنطلون دي او الجيب شورت دي على حق، ممكن البس حاجه وعليها حاجه قصيره. ليه؟ لان هي بتبقى واسعه في المنطقه دي، ما ينفعش ان هي تجسم الجسم، مش هينفع البسها لو خصوصا لو انت كمان محجبه. تمام كده. فانا الجزء دون انا هجيب طول الحجر ازاي؟ جيبي دوران الارداف بتاعك واقسميه على ايه؟ على الاربعه. باخد الربع، هو ده بيبقى دوران، ده بتبقى طول الحجر بتاعي برضو طول الحجر. يعني انا لما بقسم دوران الارداف على الاربعه الربع برضو هو بيبقى عندي طول الحجر، زي ما قلت قبل كده في البنطلون لما جيت عملنا البنطلون الشارلستون قلت لكم ان انا دي طرق جديده وانا هعمل لكم فيديو برضو خاص للحجر بس. خلاص كده. او اخد ايه، او كمان يا جماعه بتبقى طريقه برضو كويسه وناجحه لو انا خدت حكايه ايه الكرسي، لو انا قاعده على كرسي كده كده وخدت الطول من عند الوسط لحد المكان الكرسي اللي انا قاعده عليه، وقلنا ان الكرسي يبقى جامد ما ينفعش حاجه يبقى طريه. بس طبعا انا لما اجي اعمل لزبونه يا جماعه او حد مش هينفع ان انا اقعدها على كرسي وكده. فانت ابسط لك هاتي دوران الارداف واقسميه على الاربعه. لو انت عايزه طول الحجر كمان اكبر من كده بتزودي كمان 2 3 سم عليه. خلاص كده يا جماعه. في ناس بتحب المنطقه دي بتبقى واسعه قوي. خلاص كده. طيب انا خدت طول الحجر هقيسه من هنا لهنا، يعني خدت طول الحجر كده زي ما يطلع لي وقسته كده وهقول كده لغايه هنا كده ده طول الحجر. فده لما معلم انا هنا طول الحجر بتاعي يبقى معنى كده ان هاخد ايه محيط الارداف هنا عند الخط ده. فانا هاخد ربع دوران الارداف بتاعي، باخد ايه ربع دوران الارداف بتاعي اهو، مش عارفه بس الالوان النيل واضحه اهي، ربع دوران الارداف بتاعي اقول هنا. فلما اجي اوصل ده بده كده يا جماعه ده كده الجنب بتاعي، انا كده شغاله كاني بعمل جيب صك وهنزل بيها كده ايه. طبعا ده الربع يا جماعه زائد الزيادات الاتنين سنتي مثلا، يعني مثلا ده طلع لي 25 يبقى انا قست من هنا لهنا 27، ما انساهمش. لو انت عايزه الحاجه ماسكه ممكن تبقى ليجن او حاجه، دي حاجه ترجع لك انت طبعا. وهنا طبعا ايه انا كده كده عندي ايه الامان بتاعي. لغايه هنا كده انا عملت جيب صك، لغايه هنا انا عملت ايه جيب صك. تمام. طب انا عايزه هنا احول دي لجيب بنطلون او جيب شورت. هاجي كده يا جماعه من هنا من عند الخط بتاعي بتاع السده، انا هنا المفروض هطلع سده اللي هي المفروض الحرده قصدي بتاعه البنطلون اسمها سده. خلاص كده يا جماعه. طيب انا عملتها هنا هتطلع على نفس الخط بتاع ايه امتداد خط الارداف بتاعي. طيب هطلعها قد ايه يا هبه؟ هطلعها قد ايه؟ هنطلعها نجيب دوران الارداف، هتجيبي دوران الارداف بتاعك واقسمه على 8. هنقول دوران الارداف على 8. خلاص. يعني المية دي لما اقسمها على 8 هيطلع لي الناتج 12.5. خلاص كده. لو الامام يا جماعة للامام اهو انا كده شغالة على الامام، الامام هقول ربع دوران الارداف على 8 يطلع لي 12.5 ناقص 2، يعني هيساوي ايه؟ هيساوي 10.5. دي السدة بتاعت الامام. يبقى انا بقسم دوران الارداف على 8 والناتج اللي يطلع لي بخصم منه 2. تمام يا جماعه. هي بكل سهوله بتطلع والله نتيجه جميله جدا. يعني انتوا يا ريت تجربوها، يا ريت تجربوها.
هطلع من هنا بقى ايه ال10.5 اللي طلعوا لي اللي هنا بعد ما انا عملت كده الناتج وخصمت منه 2 طلع لي 10.5، فانا هطلع ال10.5 من هنا يا جماعه، من هنا اطلعهم من بره كده، وهقول كده ان هنا كده هما ده كده ال10.5 بتاعي، كده ده ال10.5 بتاعتي اهي، خلاص كده يا جماعه. طيب هطلع من هنا زي ما بطلع حردة البنطلون عادي او حردة الابط زي ما احنا بنعملها اي حد، بطلع من هنا 3 سنتي، بطلع من هنا 3 سنتي واطلع كده واعمل حردة عشان امر بيها اهي يا جماعة، تمام كده اهو، يا رب يكون مفيش حاجة، والله سهلة جدا والله. خلاص هاجي كده اروح نازلة من النقطة دي اللي انا خدتها بتاعت السدة، هنزل بيها خط مستقيم لتحت كده، طلع عندي بصوا الرجل عندي من هنا من هنا لهنا، خلاص ده ملوش دعوه من هنا لهنا، عشان كده بتلاقوا تجيب بنطلون يا جماعه الرجل بتاعتها الواحده قد جيبه، خلاص ده اللي بيلبس وعارفها هيفهم كلامي، تمام كده يا جماعه. ده كده هكتب عليه الامام، يبقى انا بعمل الاول الامام، انا كده خلصت. بس عندي ملحوظه كده او حاجه، لو انا عايزه اعمل، انا عايزه مثلا جيب بنطلون دي او جيب شورت، بس انا عايزه اعملها بنس، عاوزه اعملها بنسه، البنسه اعملها ازاي يا جماعه؟ هاجي في نص المسافه بتاع دوران الوسط، يعني هجيب المسافه دي كده واقسمها على 2 واقول ان هنا بنزل بقى البنسه بتاعتي، تمام. بيبقى انا اعمل البنسه مثلا طولها من 10 ل 12 سنتي، تمام ده الطول بتاعها مثلا انا وكمان العرض بتاعها يا 2 يا 3 سنتي، مش اكتر من كده، لو 2 باخد من هنا سنتي ومن هنا سنتي، ولو 3 باخد من هنا 1.5 ومن هنا 1.5، وبوصلهم ببعض واصبح كده عندي ايه، عندي البنسه اهي يا جماعه، ده لو انا عايزه بنسه وعايزه اكسبها من عند البطن كده. طيب احنا اتفقنا عشان ما ننساش، عشان لو نسينا كده هيبقى المقاس مش هيدخل فيا او مش هيقفل عندي، ما ننساش ان احنا البنسة لما نيجي نعملها هعوضها بره، يعني انا هنا عملتها هنا 1 وهنا 1، يعني معنى كده 2 سنتي، بقيس ال2 سنتي هنا وبنزل على دوران الارداف على ما فيش كده، ده كده تعويض للايه، تعويض للبنسة. ده لو انت عايزة بنسة، مش عايزة بنسة خلاص بلغيها، خلاص مش بعملها خلاص. طبعا هنا بسيب الامان بتاعي، الامان بتاعي من الجنب يا جماعة، من هنا ما ينفعش اسيبه من هنا، فده كده معايا الامام يا جماعة، هقص بقى كده 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 عند الخط ده، هقص كده يا جماعه عند الخطوط دي اهي، تمام اهو ده خط الامان، لو انا عامله طبعا خط امان، لكن ده خلاص ده ملوش اي لازمه دلوقتي، انا كنت بس بفهمكم ان لغايه هنا كده اجيب اجيب صك وبعد كده بكملها، هقص وارها لكم اهي يا جماعه. قصيت كده الامان بتاعي، بقص هنا يا جماعه بسيب حوالي سنتي او سنتي ونص الخياطات والاوفر بتاعي، تمام. ولو انا عايزه بنس زي ما قلنا عايزاها مش عايزاها براحتك، بتيجي كمان لو انت عايزاها بتروحي معلماها كده عشان تتطبع عند كل الطبقات، خلاص كده ده كده الامام بتاعي. هاجي بقى اقص عليه الخلفي، طبعا شفتوا القوانين بتاعه ده، هو مش قوانين سهله يعني، مش طب انا من الناس المحبين جدا للموديلات دي، بتبقى شكلها حلو جدا في اللبس وبتبقى شيك، بتدي شياكه وفي نفس الوقت بتدي رونق كده، وبتبقى كده حاجه وقوره حاجه وشيك في نفس الوقت. خلاص كده هاجي يا جماعه بقى اعمل خلف، خلاص انا كده عملت الامام، ويعتبر الامام هو البطرون بتاعي اللي انا شغاله عليه، احنا اتفقنا ان ده امامي. الخلفي بتاعي هجيب القماشه بتاعتي برضو متطبقه على الاثنين، واروح حاطه كده عليها الامامي مظبوط اهو، تمام، واثبتها بدبوس، خلاص يا جماعه ماشي اهو، واثبتها كده بدبوس ليا اهو، خلاص هاجي بقى اعمل ايه بكل سهوله، انا كده يعتبر اصلا ده البطرون بتاعي، يعني الامامي هو هو اساسي، بس في اختلاف في السده، دايما احنا عارفين يا جماعه ان الجزء اللي تحت اللي هو من اول الوسط لتحت بيبقى الجزء الخلفي اكبر من الجزء الامامي، خلاص عكس الجزء اللي فوق طبعا. فاجي انا هعمل ايه، انا كنت قايله هنا يا جماعه لو خدت بصه انا كنت قلت هنا اللي بياخد دوران الارداف وبقسمه على 8 والنقف ده في الامامي، والناتج اللي بيطلع لي بقسمه على ايه، بطرح منه 2 سنتي. طيب بالنسبة للخلف يا جماعة هقسمه على 8، الناتج هنا طلع لي كام، هقسمه برضه على 8، فالناتج هيطلع لي 12.5. بس في الخلف العكس، انا هنا في الامامي طرحت 2 سنتي، لكن في الخلف يا جماعة هزود 2 سنتي، فاصبح الناتج عندي كام، 14.5. خلاص يا رب كده يكون الموضوع واضح، يعني انا هنا في الامامي طرحت 2، في الخلفي زودت 2 وهو هو نفس الناتج، تمام. فانا هطلع ال 14.5 من هنا يا جماعه، بصوا كده بقى بس معايا النقطه دي، هطلع ال 14.5 برده من هنا،
من هنا ليه؟ لان انا هنا طبعا اوريدي طالعه اصلا 10:30، دول كانوا 10:30 صح كده؟ في ال10:30 دول انا عايزه اطلع للخلفي كام؟ 14:30، فانا كده هزود كام؟ هزود حوالي 4 سم صح كده؟ يبقى انا هقيس كده من ال14:30 من هنا اهو، الحديده بتاعت المزوره اهي، واقول كده هنا ال14 مثلا نص، تمام اهو يا رب. مش هبدأها من هنا، لا، لان الجزء ده الخلفي بيبدأ من هنا برضو من تحت، فاهمين؟ من نفس النقطة دي. فانا قست من هنا هنا الايه ال14 بتوعي ونص، هاي كده بالمسطرة بتاعتي اهو، وهقول كده اهي خلاص اهي النقطة بتاعتي، فهنزل بيها، هنزل بيها لتحت عشان خلفي طبعا كبر اهو، هنزل بيها لتحت بس، وهطلع نفس الدوران بتاعي بتاع ايه بتاع الخلفي بتاعي بس، مفيش اي مشكله. هو ده اللي انا عملته بالنسبه لايه للجيب بنطلون. لو حد يعني انت كده كده اصلا الحجر كبر وسع، لذلك بتلاقي حجر الجيب بنطلون نازل يا جماعه عند الجزء، واحنا قلنا الامامي ده نازل كبير، لذلك هي بتعمل كده. خلاص هاجي اقصه اهو، بس بحوالي سنتي يا جماعه او سنتي ونص خياطات اوفر، اهو تمام. طبعا من هنا نفس اهو من الجنب، لان الجنب تبقى اتفقنا ان هو واحد، طبعا هنا عشان كان مقفول خلاص كده. فاصبح عندي يا جماعة هنا امامي وهنا ايه وهنا خلفي، امامي وايه وخلفي خلاص كده، ادي الامام وادي الخلف، ده كده هقول عليه ايه خلف خلاص. طيب هتعملي ايه بقى؟ احنا اتفقنا بنعمل الحجر، هخيط ادي كده الخلف، ده خلف اهو، هخيط الحجر بتاعه كده كامل، احنا كده كده السوسته بتاعتنا من الجنب هنعملها، وهخيط الامامي الحجر كامل خلاص كده. يبقى انا هخيط الحجر ده وهخيط الحجر ده، انا خيطت يا جماعه هنا الحجر الخلفي والحجر الامامي. هنعمل ايه اهو، انا هفرد كده الخلف بتاعي وهخاف الامام، فاحط ايه، احط وش على وش، احط كده وش على وش عشان اخيط الحجر اول حاجه. بصوا يا جماعه بحط خياطه زي ما عملت في البنطلون، بحط خياطه الحجر على خيط الحجر بالظبط، تمام اهو، احطهم على بعض كده بالظبط اهو، اكون مظبطه يا جماعه. خلي خيطه ممكن ناحيه دي وناحيه دي عشان مبقاش اتفادى اي كلكعه في الجزء ده. انا بقول لكم يا جماعه الحاجه زي ما انا بعملها، يعني انا زي ما انا بشتغل بيها. هاجي اخيط الناحيه دي الحجر الناحيه دي، وبعد كده ارجع الناحيه التانيه. بصوا خدت بالكم؟ هتلاقوهم بصوا قد بعض بالظبط. يبقى انا اخيط كده، ثبت الحجر في النص، اخيط كده الناحيه دي، وبعد كده اخيط كده الناحيه دي. خيطت يا جماعه اهو الحجر الناحيه دي والناحيه دي، هرجع بقى اخيط الجناب بتاعتي بكل سهوله. هاجي كده الجنب هنا اليمين مثلا ده هخيطه كده للاخر، وهاجي من الناحيه الشمال. المفروض ان انت وانت لابسه بتبقى من ناحيه الشمال، لان السوسته عندنا بتبقى شمال يا جماعه مش يمين. هخيط من تحت لغايه ما اخلي مثلا حوالي 18 سنتي، تمام، هخليهم مفتوحين للايه للسوسته بتاعتنا كالعاده زي ما احنا بنعمل على طول حتى في الجيب. خلاص كده تمام، هقفل الجناب كده واوريها لكم. انا يا جماعه خيطتها اهو وسبت مكان السوسته زي ما عملنا في البنطلون يا جماعه. بصوا الجزء ده هتلاقيه جاي كده، الحجر نفسه كبير، الحجر نفسه كبير، لما بتلبسيه بيريح الجزء ده، وبيبقى المنطقة دي عندها الجزء ده واسع عكس عكس البنطلون، تمام. فدي بتبقى جيب بنطلون عادية ما فيهاش اي حاجة، هناخدها بعد كده زي نعمل لها كولونات، زي نعمل لها كسر. يا رب كده نشوف. فيه كمان بيبقى فيه كلونة بتبقى جاية من النص من هنا مكان البنسة، وفيه كلونة بتبقى اسمها كلونة حجر جاية من النص هنا، ده اللي بيبقى عارف قصات الجيب بنطلون او الجيب شورت. هوريها لكم برضو. دي احنا كده خدنا الاساسيات بتاعتها، جيب بنطلون او جيب شورت العادية اللي من غير اي حاجة، وبتبقى تركب لها طبعا القمر والسوستة. هحط لكم برضو طريقة القمر والسوستة زي ما عملناها في البنطلون في صندوق الوصف، عشان بس مش عايزه اطول عليكم الفيديو في حاجات احنا قررناها كتير. وطبعا احنا زي ما احنا عارفين يا جماعه قبل كده وريتكم في الجيب وكده، ان انا لو عايزه البنسه بتاعتي دي، انا عامله بنسه طبعا متطبعه، فباجي اخيطها من جوه، يعني بمسكها كده اهو اهي، وخيطها من جوه على ما فيش، فبتصبح بعد ما تعمليها بتبقى ايه متقسمه كده خلاص. ده اللي عايز بنسه، اللي مش عايز بنسه دي حاجه ترجع له برضه. ولو خدت بالكم بصوا
الجزء الخلفي والامامي واسعين، مفيش يعني، بس اهم حاجه زي ما احنا اتفقنا ان بوسع اكبر من محيط الارضيه بتاعي. انا يا رب ما اكونش طولت عليكم، بس عشان خاطر انا بس المعلومات بحب اوصلها، ما يبقاش والله حاجه ناقصه، عشان احنا ممكن ما بنشوفش بعض، فعشان حتى ما يبقاش اسئلتكم كتيره ان انتم محتارين، فيا ريت تجربي. انا عايزاكم تشجعوا، مش عايزاكم تخافوا، حتى لو انت خايفه، ممكن حتى لو عندك اي حاجه ان شاء الله، حتى لو حته قماشه قديمه، ملايه حتى قديمه، جربي فيها والبسي وتشجعي، ما تخافيش. لو فضلتي خايفه مش هتعملي حاجه، فيا ريت تشجعوا. ومعلش كلنا غلطنا، مفيش حد ما غلطش، وكله جرب. خلاص يا رب يكون الفيديو كان سهل عليكم، بسيط، واكون قدرت اوصل لكم المعلومه بطريقه سهله. لو اول مره تشتركي في القناه، يا ريت ما تنسيش تفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تنسوش اللايك، ويا ريت الشير. ولو في اي كومنت بعتوه، وبرده شكرا جدا على الكومنتات الجميله اللي انتوا بتبعتوها لي. بصراحه انا ببقى مش عارفه والله، ساعات ببقى عاجزه عن الرد، وشكرا لدعائكم ليا، وربنا يجعله في ميزان حسناتنا جميعا يا رب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.